اساس انه في عقل بالسيستم هذا اللي عم تنتظر هيك ان شاء الله تصلحه. هذا عند الولد مريض عنده صمام وكمان فتحه، وكم مره جينا على هون المعبر قال انه والله ما في انه السيستم واقفه وحالته عم تتازم يعني. احيانا اكسجته عم تنزل على 58 زين، وين طلعت 65 يعني. وهذا الشيء انه خبرني يضرب دماغه انه قال انا الدكاتره يعني ما بيصير لازم يطلع لتركيا. سبحان الله كل ما نجي انه ما في يعني، قالوا ما في. فيا ريت ان شاء الله نتحل هالمشكله باسرع وقت. بتاريخ 2/7/2024 توقف دخول الحالات الباردة للعلاج ضمن المشافى التركية. بتاريخ 22/7/2024 تم استئناف دخول المرضى أصحاب المراجعات الذين لديهم دخول سابق للعلاج ضمن المشافى التركية، وهم بحاجة إلى إعادة الدخول لتلقي ولمتابعة العلاج. بالنسبة للحالات الجديدة والتي يشكل مرضى القلب والسرطان، معظم هذه الحالات لحد الآن نحن دخلنا في الشهر الثاني ما زال دخول هذه الحالات متوقف. لدينا حاليا ما يقارب 400 مريض من الحالات الباردة بحاجة للدخول للعلاج ضمن المشافي التركية، ما يقارب 150 منهم من مرضى السرطان بحاجة لتلقي العلاج الكيميائي والشعاعي، بالإضافة إلى ما يقارب 250 مريض من مرضى الجراحات القلبية ومرضى الأطفال والأمراض المناعية بحاجة للدخول لتلقي العلاج ضمن المشافي التركية نتيجة قلة الكوادر الطبية التخصصية، بالإضافة إلى قلة الدعم المالي المقدم من قبل المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى عدم تواجد بعض المعدات الطبية. يحتاج عدد من المرضى يوميا ما يقارب 15 مريض إلى الدخول إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج.